أما السحر بمعنى التخييل فقد قال تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا ثابت في كتاب الله. قال تعالى أيضا: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهو تمويه وتضليل وإظهار للشيء على غير حقيقته، فهذا قسم هو أشهر أقسام السحر، التخييل والتمويه والتضليل. يخيل إليك أن الشيء على هيئة معينة هو على غير تلك الهيئة في حقيقته، لظاهر الآية: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أو وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل بهذا النوع من أنواع السحر أنه يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم عليه الصلاة والسلام، والحديث بذلك ثابت في البخاري. سحر النبي صلى الله عليه وسلم شهرا أو ما يربو على الشهر، فكان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، فدعا ودعا ودعا، وهذا علاج السحر، دعا ودعا ودعا، دعاء مع ذكر الله. ثم قال: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أتاني رجلان في نومي فجلس أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، بعض الروايات بنات لبيد. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة، يعني مشط والشعر المأخوذ من الشعر، في بئر ذروان. بجمع الآية بالنظر إلى الآية: النفاثات في العقد، فالنفاثات يأتينا بالخيوط الرفيعة والشعر وينفثن عقد السحر ويربطنا بعد كل نفسة، لكن الحديث فيه في مشط ومشاطة في بئر ذروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات ذهب وبعض الروايات أن أرسل عليا، المهم استخرج السحر بعد أن نضح ماؤها وكأن ماءها نقاعة الحناء. قيل: يا رسول الله، أفلا نقتلها، يعني الساحرة؟ قال معلما: أما وقد كفاني الله، فإني أكره أن أثير على الناس شرا. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وترك قتلها. فالشاهد أن هذا النوع من أنواع السحر، التخييل، يخيل إليك أنك تفعل الشيء ولا تفعله، هو أشهر أنواع السحر، وهو الذي دل عليه الكتاب العزيز. هذا النوع تندرج تحته كل الأنواع، يعني هذا الإجمال في معنى السحر، التخييل والتمويه، تندرج تحته جل الأنواع، لا أقول كلها.